هلو يا حلوين، هعمل معاكم مساج للبشرة. ده مساج بعمله لبشرتي كل يوم لمدة دقيقة أو دقيقتين بس. بجيب الأول زيت المساج بحطه على بشرتي، ممكن تحطي أي زيت تفضلي أو أي كريم مرطب بس يبقى قوي. بجيب صبعيني بقى تحت العين بفضل أتمشى بيهم كده، وبعدين بعمل الحركة دي عشان ترفع الخد. عايزة أقولكوا المساج يا جماعة بيفرق جدا 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 للبشرة، بيشد الوش جدا، بيخلي بيقلل جدا من ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد، بيقلل ظهورها اصلا قوي، واي خطوط عندك بتختفي تماما. بجيب صباعين كده وباجي عند المنطقة فوق وبفضل احرك كده بالطريقة دي الاتجاهات لفوق، تمام. بعد كده طبعا الرقبة معانا، يا ريت ما ننساهاش. كل الحركات دي يا جماعة والحاجات دي، طبعا حركات حوالين العين دي مهمة جدا جدا عشان اكتر منطقة حساسة هي العين، وهنا حوالين الفم. كل الحاجات دي مش هتاخد منك اكتر من 5 دقايق بالظبط في اليوم، مرة الصبح مرة بالليل وخلاص كده. بصي النتيجة حرفيا وهميا، انت نفسك بشرتك هتتغير خلال شهر لو داومتي على الموضوع ده. بس فانا حبيت اشارك معاكم واوريكم انا بعمل ايه من ضمن روتيني اليومي. كل يوم 3 دقايق كده بعمل فيهم مساج لبشرتي. بس كده، باي باي.